لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من صحيحه باب ذكر فيه حديث حارثة ابن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني ما كان وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيانه. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته أو أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر أن أشراط الساعة 3 أنماط، النمط الأول مما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيقع وقد وقع على وفق ما قال. الثاني ما وقعت مباديه ولم يستحكم، يعني هو يزداد. والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع. وفي الحقيقة أن هذا ينقسم أيضا إلى ما هو من جنس الأمور المعتادة وما هو من الأشراط الكبرى التي هي خلاف الأمور المعتادة كالدجال، فإن هذا فيه معه في يعني معه غرائب لا يعرفها الناس، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ونحو ذلك مما لم يتعود الناس عليه. وأما من الأمور التي لم تقع وهي من الأمور المعتادة بالنسبة إلى زمانهم وقد وقع في زماننا تطاول الناس في البنيان ومرور الرجل بقبل الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه أو يا ليتني مكانه. ومن ذلك بعث الدجالين، فإن هذا
ايضا من جنس الامور المعتادة ادعاء النبوة، وقد وقع من ذلك ووقع في يعني الزمن الماضي القريب ظهور البابية اتباع الباب والقديانية اتباع غلام قدياني، الطريقة المسماة بالأحمدية بالنسبة إلى أحمد غلام قدياني، وأصبحت دينا جديدا. وكذلك البهائية هي فرع عن البابية، وكل هؤلاء ادعى النبوة. وبعضهم ألف كتبا ادعى أنها الوحي، وما زال لأتباعهم وجود البهائية، لا يزال لهم وجود. البابية شبه انقرضت أو تحولت إلى البهائية. قال ابن حجر رحمه الله: ومن النمط الثالث والأشياء التي لم تقع، ودي بقى من الأمور التي هي خلاف المعتاد، طلوع الشمس من مغربها. وقد تقدم من طرق أخرى عن أبي هريرة، وفي بدء الخلق من حديث أبي ذر، وحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي تعالى، فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا أيضا ليس من الأمور المعتادة، خصوصا أنه بعد نزول الدجال وبعد قتله على الظاهر من مجموع الأحاديث، بعد أن يقتل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال، ويقتل المسلمون أتباعه من اليهود لأن اليهود هم أتباع الدجال. نعني بذلك معظم أتباعه أو أكثر الأتباع المقربين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يهودي، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. فزوال يعني ملك الدجال وملك اليهود والمعركة بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، معركة مع النصارى مع الروم مع الغرب قبل نزول المسيح، قبل ظهور الدجال التي يعقبها فتح روما وفتح قسطنطينية مرة أخرى. أصبهان دي اللي في إيران، ها؟ ايه؟ فتح القسطنطينية فتح آخر قبل ظهور الدجال. قال: وقد تقدم في علامات النبوة هذا الحديث من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة، واتفق عليه البخاري ومسلم عن ابن عمر، اللي هو قتال اليهود. قال: ومضى شرحه أن ذلك يقع من قبل الدجال، هذا خلاف الصحيح، هذا بعد الدجال، لأن هذه المعركة تستأصل اليهود إلا من آمن منهم. قال: حديث أنس أن أمام الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبزار وسنده جيد، صححه الشيخ الألباني. ومثله لابن ماجة من حديث أبي هريرة، وفيه قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا قد وقع كله، وهو من جنس الأمور المعتادة، هو
يعني عياب ابن حجر يعتبر مما لم يقع. نسأل الله العفو والعافية. صغار الخلفاء، لا صغار الخلفاء دي كتيرة جدا، يعني أيام العباسية وأيام المماليك والدولة العثمانية. أبو هريرة سنة 60، أبو هريرة يستعيذ بالله من إمارة الصبيان ورأس الستين، هذا كان في الدولة الأموية أيضا. قال وحديث أنس أن أمام يعني يكذب فيها الصادق، ده زماننا ده، الذي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. والله هذا من أعظم أسباب البلاد والعباد. ويتكلم الرويبضة، تلاقي ناس يعني من أجهل الناس كالدواب يتكلمون في سن القوانين والتشريعات المخالفة لشرع الله عز وجل، ويتكلمون فيما يسمى حقوق المرأة، اخترعوها من قبل أنفسهم وزعموا أنها حقوق هي في الحقيقة تدمير للمرأة وظلم لها وعدوان عليها، لأنها يعطيها ما ليس لها يؤدي إلى خراب البيوت وهي أعظم المتضررة. واحد قام يقول خراب البيوت بسبب مخالفة أمر القوامة وعدم الطاعة، لا دول عايزين يحذفوا لفظ الطاعة. هو مفيش حاجة اسمها بالطاعة، مفيش حاجة اسمها بالطاعة في الكتاب والسنة، بس في حاجة اسمها الطاعة. لأن الله عز وجل قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، قال وإذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعت. فمين اللي يقول إن المرأة مش مأمورة بالطاعة؟ صحيح هي مش طاعة مطلقة، بل هي طبعا مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيما هو حق للرجل. يعني لو قال لها هاتي فلوسك كلها حوليها باسمي في البنك، اتنازلي يا عمي راسك ليا، هذا لا يلزمها اتفاقا، لأن هذا ليس من إيه؟ من حقه. يعني الامر بالقطيعه هذا ليس من حقه، اقصاها مش هيأذن لها في البيت، بس ممكن تتواصل معهم. ويعني كل تعنت في استعمال الحق لا يكون حقا. قال وحديث سمرة لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، وفي لفظ يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى. الحديث وفيه وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها. احنا شفنا الكلام ده، جبل عمر اللي جنب الحرم زال واصبح مكانه ايه؟ عمارات كثيره جدا. لكن احنا شفنا جبل عمر ده، الناس دلوقتي اللي هتروح ما تعرفش يعني ايه جبل عمر الا فنادق جبل عمر، لكن ليس ايه؟ ليس موجودا. في جبال ازيلت فعلا، سبحان الله. لا السفر ما اتشالتش، لا لا ازاي السفر المروة موجودين؟ انت بتقول ايه؟ ده ان شعائر الله مش هتتغير، بس هي بقت محطوط عليها ايه؟ سور. لكن هي اللي انت واقف عليه اللي معمول بالبلاط ده والرخام ده السفا والمروة، انت بترتفع فعلا عليه، وزي ما هو من قبل ما يعملوا الحاجات من رآها عرفها. نفس الارتفاع.
هو بس المروة ارتفاعه قليل وفرد كتير يعني. قال وأصله عند الترمذي دون المقصود منه، دون المقصود منه هنا اللي هو أن تروا الجبال تزول عن أماكنها. وحديث عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس، حتى يتسافد في الطريق تسافد الحمر، يعني جماع الرجال النساء في الطريق. أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم. أما هذا وإن لم يقع في بلادنا إلا على سبيل الندرة اليسيرة في بعض أماكن الفساد كبعض السواحل، لكن هذا في الغرب منتشر، وهناك شوارع مخصصة عندهم لذلك، لمن أراد أن يتعرى وأن يجامع في الطريق والعياذ بالله. هذا جعله ضمن ما لم يحدث. طبعا ده من ضمنه أو من نوعه، سوف يكون هناك قبل يوم القيامة، اللي هو بعد أن لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، لكن هذا الأمر قد وقع. ولأبي يعلى عن أبي هريرة لا تفنى هذه الأمة، فناء الأمة هو فناء هو قيام الساعة، لأن الأمة تبقى إلى قرب قيام الساعة، إلى العلامات الكبرى. قال لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريناها وراء الحائط، يعني خد خليها وراء الحيطة، افعل بها بس خليها وراء الحيطة، نعوذ بالله. وللطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر نحوه يقول أمثلهم لو اعتزلتم الطريق، خليكم على جنب، ده كويس اللي فيهم، يا رب استر علينا. ها الله أعلم هل هذا يكون نهيا عن المنكر أو أمرا بالمعروف، لأن ما قدرش يأمر بالمعروف إلا أنه يلوم الساعة والسكة بس. قال وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني قوله حتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها أحدهم فيرفع بذيلها كما يرفع ذنب النعجة، فيقول بعضهم ألا واريتها وراء الحائط، فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم، يا رب سلم يا رب. هذا لم يقع بعد في بلاد الإسلام كما ذكرت، إلا في أماكن نادرة جدا وأحوال نادرة جدا. قال وحديث حذيفة ابن اليمان عند ابن ماجه يدرس الإسلام، يعني يقدم ويضمحل يزول كما يدرس وشي الثوب، الرسم الذي على الثوب من القدم يبقى بهت وبعدين كده يروح خالص، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعروز الكبيرة ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، وفيها فقال له صلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا صوم ولا صدقة، فضرب حذيفة في صدره وقال تنجيهم من النار. ده دليل انهم هم يعلمون معناها يعتقدونه ولكن لا يدرون حتى محمد رسول الله. واما هذا فقد وقع في بعض البلاد. هل يدخل
أخبرني أحد الإخوة أنه ذهب إلى بعض بلاد القوقاز بمجرد تحررها من، يعني مش تحررها في يعني وجود حكم ذاتي فيها وتخفيف قبضة الروس عليها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فذهب إلى قرى مسلمة وسأل الأولاد من نبينا، من النبي بتاع اللغة بتاعتهم، فكلهم قالوا جيسس، المسيح، عيسى، يسوع. وبعدين دلوقتي بقوا ناس متشددين، فيهم ناس يعني طبعا على السنة وفي ناس زاد غلوهم يعني، لكن انتشر الصلاة مرة ثانية والصيام والحج وطلب العلم. سبحان الله. لكن في أماكن في العالم الإسلامي فيه هذه الأمور فعلا. بعض بلادنا في القرى اللي فيها انتشر فيها الجهل لا يدرون الصلاة ولا يعرفون كيف يصلى، والصيام أشهر، لكن لا يدرون شيئا عن ذلك. أظن حكيت لكم زمان الست اللي جاءت تسأل صدقة، فأقول لها بتصلي؟ قالت لي بصلي. طب المغرب كم ركعة؟ قالت لي 5. طب والظهر؟ 3. وبعدين بتألف، فقلت لها انت بتألفي ليه؟ قالت لي معلش اصل انا من بورسعيد. كأن بتوع بورسعيد دول ما لهمش، طب بتوع بورسعيد ما بيصلوش، ما يعرفوش الصلاة والظهر والعصر كم ركعة. يحكي لكم بعض الإخوة معكم انه يجيله صنايعي ايه يقول له طب يعني عايزين نصلي، قال له تعالى صلي معانا، قال له معلش هو الوضوء ازاي؟ الاخ علمه وقال له تعالى ننزل نصلي، قال له بس معلش هو الظهر كام ركعه؟ فين عبد الحليم؟ مش كده عبد الحليم؟ ونسأل الله العفو والعافية. لكن الناس دي اصلا مصدقه بلا اله الا الله، وزي ما قلت لكم بعض البلاد ما يعرفوش محمد رسول الله. في الصين في القرى الاسلاميه التي تعرضت يعني طمس الهويه بيعرفهم بالشبه كده، يعرفوا لا اله الا الله بالشبه، وبيقول لهم محمد احنا بنسمع عن الاسم ده بس مش عارفين حاجه خالص، ما يعرفوش محمد رسول الله. لا تنجيهم من النار اصلا، لان حذيفه رضي الله عنه لما قال تنجيهم من النار لا اله الا الله، قال تنجيهم من النار اطلقها، يبقى تشمل دخول النار اصلا. طب ليه؟ لان هم مش مكلفين بهذه الاشياء. لماذا؟ لان العلم شرط التكليف. دليل على عذر بالجهل واضح جدا. لكن لو هم جاهلوا لا اله الا الله نفسها يبقى مش مؤمنين، ويبقوا معذورين برضه، بس كفار معذورين، لأن أصل الدين هو لا إله إلا الله، ما بعثت به الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. يبقى أصل الدين لا إله إلا الله، وده اللي حصل فيه الخلل عند أهل البدع، توسعوا في أصل الدين فجعلوا بقى لا إله إلا الله متضمنة لكل الدين، هي تتضمنه من باب اللوازم، ولكن لا يلزم من ذلك أنه إذا فقد بعض الأعمال وفقد العلم بأشياء كثيرة من ضمن ذلك أن يجهلوا ما هو الشرك فيقعوا في شيء منه دون علم مع بقائهم على أنهم لا يعبدون إلا الله، لكن لا يدرون أن هذا شرك، لا يعرفون أن هذا مما نهى الله عنه ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ضياع الصيام والصلاة والصدقة والنسك، نسك هو الحج والعمرة، فهذا يحصل معه كثير يعني قبل ذلك يقع كثير من الناس في الشرك، لأن الصحابة وهم حدثاء عهد بشرك جاهلوا
أن اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط تناقض إيه؟ لا إله إلا الله. فهذه الأمور أشد خفاء من الصلاة والصيام. الناس تعودوا على تناقل هذه العبادات أكثر من معرفتهم بتفصيل التوحيد. ولذلك أنا بنقول إن فيه خلل في جعل تفاصيل التوحيد مثل أصل التوحيد، وده للأسف انتشر انتشارا كبيرا جدا. الحديث ده يرد على القائلين بتكفير تارك جنس العمل، وهم يحملون هذا الحديث يقولون أن الناس دي يعني هو ده اندرس العمل كله، ولكن هم عندهم ان دي تنجي من الخلود في النار. عشان كده السؤال بتاعك تنجيهم من الخلود في النار، نعم تنجيهم من اصل دخول النار. حملوا احاديث يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط على هذه الايه النوعية من الناس، مع ان هذا الامر يبطل مذهبهم برضو. حتى لو قلت كده، لان انت سلمت ان في ناس ما عندهمش غير لا اله الا الله ولا يعملون غير ذلك، غير النطق باللسان بها مع اعتقادها، ومع ذلك نجوا من النار. حديث بتاع لا يخرج من النار، اذن ان العمل، احنا لو كان العمل ده ركن مثل النطق والاعتقاد لكان انه حتى ولو زال جهلا لكان ذلك ايه كفرا، مش كده؟ زي ما بنقول ان لو ما قالوش لا اله الا الله وما اعتقدوهاش دي او دي ما يبقوش مسلمين، هيبقوا كفار ومعذورون ويمتحنون، منهم من ينجو ومنهم من ايه من يسقط فيها. فيبقى اذا تنجيهم من النار ده فرق بين الكفار المعذورين زي الشرائط القديمة بتاعت الشيخ العثيمين قبل ما يعني الأمور المتأخرة، كان بيقول إن العذر بالجهل في الشرك يجعله من أهل الفترة ومن أهل الامتحان، مع إنه بيقول لا إله إلا الله ومعتقدا لها، ولكنه لا يدري تفاصيل ولوازم ويعني حقيقتها على الكمال، حقيقة هذه الكلمة على الكمال. ولذلك الكلام ده كلام باطل، هو الشيخ رجع عنه الحمد لله، لكن هتلاقوا مشايخ كتير ما رجعوش، ومشايخ كتير مترددين. يثبت العذر بالجهل في مسائل هي من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ومسائل تانية يأبى ذلك، لان في اضطراب اصلا في هذه المساله عند شيوخهم. لكن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ما عندوش اضطراب في المساله. الشيخ محمد عبد الوهاب صريح في ان من يعني عبد القبر الذي او عبد الوثن الذي على قبر البدوي جهلا انه لا يكفر. قال اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. سمى عبد ووثن عشان ما حدش يقول لك ده قصده الشرك الأصغر، ده قول يعني تعنت في تأويل كلام الشيخ، وهتنسبوا له مذهب مش بتاعه. وبعضهم بقى لما جت له النصوص دي في المراحل زي ايه في مرحلة أحفاد الشيخ واللي بعديهم قعدوا يقولوا لم يكفرهم ولم يحكم بإسلامهم، فده بدأت فكرة التوقف في إن في طبقة لهم مسلمين ولا هم كفار في هذا الزمن. هي طبعا موجود بذورها عند المعتزلة اللي هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا إيه ولا كافر، بس بيعملون كمسلمين وبيخلدون في النار. فاما الكلام اللي هم ده ينسبوا للشيخ محمد وهاب فهذا كلام باطل، احنا ما عندناش كده،
اهل السنة عندهم في حد فاصل خط كده بس، اللي هيخرج من الكفر يدخل في الاسلام، واللي ما دخلش في الاسلام يبقى موجود فين؟ في الكفر، ولا يوجد من يتوقف فيه. واحد يتوقف عشان هو مش عارف حال الشخص، لكن هو عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي حقيقة الامر لمن اطلع على حاله يا مسلم يا ايه يا كافر، مش حقيقة البعض انه مجهول الحال، أو انه مجهول الحكم. يعني انا اجهل ماشي، واحد ماشي في الشارع ما اعرفش عنه حاجة خالص، ولا عليه علامة الاسلام ولا عليه علامة ايه كفر، اتوقف حتى يتبين لي، حياني بتحية الاسلام واعامله كايه كمسلم وارد عليه السلام. قال لي اسمه محمد هعامله كمسلم، رأيته داخل الجامع هعامله كمسلم. وهذا الأمر يعني مهم للغاية في هذا الباب، لأن المسألة دي حصل فيها خلل كبير عند طوائف كثيرة. الحمد لله أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وهو يعني كتبه مليئة بعشرات المواضع في إثبات العذر بالجهل في المسائل الجلية والخفية. لماذا؟ لأن الجلاء والخفاء مسائل نسبية، جالي في هذا الزمان غير ذاك الزمان. نلاقي في الرد على البكري يقول: ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع السجود لقبر ولا إلى قبر ولا دعاء الميت بلفظ الاستعانة أو الاستغاثة أو غيرها، بل نعلم أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم في المتأخرين بآثار الرسالة لم يكفروا حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها أو التي يكفر مخالفها. وهو حتى رغم أن البكري المجرم ده كفره وسعى في قتله، وقاعد يقول أن ده بيستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتنقص منه لأجل مجرد أنه يقول لا يجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، ويجيب شبهات لا يقوم لها قائمة، ومع ذلك ابن تيمية يتحرز من تكفيره. هو يقول هو أولى بأوصاف الكفر، ولكن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية. حديث صلة وحذيفة، قصدي صلة عن حذيفة، حديث فيه يعني كلها معجزات ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر مهم حول قضية لا إله إلا الله. فضلا بقى ان الناس تجعل ان لا اله الا الله لا تقبل الا باركان ثلاثة. طب كنت خليتها على اركان ستة، بقية الاركان الستة من الايمان اللي هي الايمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر. لا، ده هو قال لك لا اله الا الله لابد فيها من اثبات الحكم والولاية والنسك. لما تقول لعامة الناس كده حكم والولاية والنسك، يعني ايه الكلام اللي بتقوله؟ ما يعرفوش الكلام. لو قلت لهم لا اله الا الله هم على اعتقاد لها ويعرفون معناها مجملا، هم الحاجات دي من العبادة فعلا، لكن على فكرة الحب من العبادة، انت ما قلت لهمش دي، والخوف من العبادة، ليه ما اشترطتش دي؟ والتوكل من العبادة، ليه ما اشترطتش دي؟ ليه ما قلتش لازم امتحنهم في الربوبية ومعانيها وانواع العبادات؟ ما قلنا الاركان الستة، كل ده انت ما اشترطتوش، لماذا جعلت الثلاثة بتوع التوقف التبين؟ اللي يقول لك اللي موجود عنده يبقى نحكم بإسلامه، واللي ظهر منه خلل في هذه الثلاثة أو أي واحد منها فأركان الحد حكمها حكم الحد، حد لا إلى حد الإسلام. يبقى لا عبرة بأقوال تكذبها أفعال، يبقى كفر، لأنه هو عنده أنه أخل بمسألة من المسائل الثلاث. طب النسك دي هتحددها بالذبح بس، ولا قصدك بيها وهو قصده فعلا انواع العبادات زي الحلف زي النذر زي الطواف
زي الركوع والسجود وكل هذا. طب انت هتقعد تمتحنه في الحاجات دي؟ اتيت ببدعة ما قال بها احد من المسلمين قبلك. ان احنا نمتحن الناس في تفاصيل، في تفاصيل الولاء والبراء وايه معانيها، عامة الناس لا يعلمون ذلك. المسائل دي مسائل وقع فيها انواع من الخلل لا بد من الحذر. لا، ربنا عز وجل غلط الكلام ده. بيقول ان في بداية الاسلام اي واحد في بلاد الاسلام، بلاد الاسلام قد تكون بلاد يكثر فيها الكفار، البلاد اللي فتحت ولسه بقت صارت بلاد اسلام ولسه اهلها ما اسلموش. يعني مصر اول ما فتحها المسلمون كلهم اسلموا مرة واحدة ولا اكثرهم كانوا كفار؟ فننظر الى العلامات اللي سلم علينا او ظهرت قرينة اننا نعامله كمسلم، فضلا انه ينطق الشهادة. في بلاد المسلمين التي انتشر فيها المسلمون، نعم، تلقي السلام على من عرفت ولم تعرف. يبقى الاصل في الاسلام ما لم يكن الايه العكس، صح، التي انتشر فيها المسلمون. قال: وحديث أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. أخرجه أحمد بسند قوي، وهو عند مسلم بلفظ الله الله. وله من حديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. دي أكيد بعد الفتن الكبرى. ولأحمد مثله بلفظ من حديث علباء السلمي: إلا على حثالة بدل شرار الناس، إذا بقي حثالة من الناس. تقدمت شواهده في باب إذا بقي حثالة من الناس. وللطبراني من وجه آخر عنه: لا تقوم الساعة على مؤمن. ولأحمد بسند جيد عن عبد الله ابن عمر لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. شريطته يعني من استثناهم، من اختصهم بنفسه من أهل التوحيد، فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وللطيالسي عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى الأوثان يعبدونها من دون الله. وقد تقدم حديثه في ذكر ذي الخلصة. وأنا دايما بتلخبط في إيه؟ في ضبطها. الخلصة. طبعا هذا قد وقع في زماننا بعبادة القبور، وهذه أوثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبور تجعل أوثانا ويعبدونها بالركوع والسجود والتمسح والتبرك والدعاء والاستغاثة وطلب الأرزاق وطلب الأولاد. ناس تروح طلب الانتقام من الأعداء، طلب المدد، نعوذ بالله. ولابن ماجة من حديث حذيفة: ويبقى طوائف من الناس. هو ده اللي مضى. الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وهذا قد وقع، إن كثير من البلاد تحولت إلى الردة. طوائف اتبعوا البابية،
ثم البهائية ثم القديانية لغاية النهاردة هذه الطوائف موجودة، ويعني لهم يعني دعوة مثلا في بلاد الغرب خصوصا، وفي بلاد فارس، وفي بلاد في إيران وفي باكستان. الطرق الأحمدية في لندن مساجدها كثيرة يخدعون بها الناس. البهائية موجودة في أمريكا، ولهم مركز في حيفا في إسرائيل في فلسطين المحتلة. قال وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وتلحق قبائل من أمتي بالمشركين. دي مش شرط ان هم يعبدوا كعبادة المشركين، بل ممكن الهجرة الى بلاد الايه الكفر يلحق بهم، يصبحوا عندهم يعني يكونوا في بلاد الكفر. يبقى أمنية الشباب ان هم ايه يلحقوا ببلاد المشركين، امله في الحياة اللي يعرض نفسه للخطر. بعضهم بيدفع يقول لك دفعوا مصاريف 300,000 جنيه عشان تكاليف السفر بعد ما غلوا الحاجات. اما العشرات الالوف دي موجودة عندنا كتير جدا في حاجات غير آدمية تهلك يعني كثير ممن يستعملها. في قرية في الفيوم لسه بيقولوا دافعين مبالغ طائلة، وابنهم اللي اتقطع ده في ايطاليا وجدوه يعني الشاب الحلاق ده مقطع الاجزاء عدا راسه، ولا حول ولا قوة الا بالله. نحذر من ان يلحق ناس من الامة بالمشركين، نحذر من ان يذهبوا الى بلادهم. يا اما مش هيعرف ياكل حلال زي الولد ده كانوا بيتاجروا في المخدرات في محل الحلاقة، وبعدين لقى نفسه خاف على نفسه فحاول يهرب ويروح محل تاني، اتغاظوا منه راحوا قتلوه مصريين زي، ونعوذ بالله من ذلك. واما بقى مسألة فعل الفواحش، شرب الخمور، اكل الخنزير، الردة بعد ذلك او على الاقل الاجيال الاخرى. قال ولمسلم ايضا عن عائشة لا تذهب الايام والليالي حتى تعبد اللات والعزى من دون الله. هذا امر لم يقع بعد في عين اللات والعزى وذي الخلصة. وفيه ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى بها، فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيبقى من لا خير فيهم فيرجعون إلى دين آبائهم. وفي حديث حذيفة بن أسيد وفيه أن ذلك بعد موت عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وغيره العشرات منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار ستأتي. كان ده قايله من 1000 سنة بالضبط، 500 وشوية 900، قريب من 1000 سنة، عشان ما حدش زي قلت لكم يحدد ايه تاريخ معين. قال ابن حجر قلت هي التي تضمنها حديث حذيفة ابن أسيد عند مسلم، وهي الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. هي كالحامل المتم دي، ده جزء من حديث تاني أنا مش عارف هي جاية كده. قال فإذا وقع ذلك فالساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها. لتممت 9 شهور ومستنيه لحظة تلد فيها. قال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين. وقد استشكلوا على ذلك حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق، وظاهر الثاني البقاء. ويمكن أن يكون المراد بقوله
أمر الله هبوء تلك الريح، فيكون الظهور قبل هبوبها. بهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى. حتى اللي فيها حتى تقوم الساعة، المقصود بها حتى يقرب قيام الساعة. قال: فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن، فعليهم تقوم الساعة. وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح. وسأذكر في آخر الباب قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الساعة حينئذ تكون كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. قال فصل: وأما قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة، حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، تقدم أن المراد بالفئتين علي ومن معه ومعاوية ومن معه، ويؤخذ من تسميتهم مسلمين لفئتين عظيمتين من المسلمين. ومن قوله دعوتهما واحدة الرد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين. الرسول سماهم إيه؟ مسلمين، ودعواهما واحدة لهم من أهل السنة، وإن أهل البغي لا يخرجون عن السنة لتأويلهم. نقول بقى الرد على من يجعلون كل من خرج على حاكم ولو ظالما يجعلونه من الخوارج من أهل البدع. لا، قد يكون باغيا إذا كانت لهم شوكة، وقد يكون مبتدعا، وقد يكون من أهل السنة وأخطأ في موازنات المصالح والمفاسد كالحسين بن علي، فلا شك أنه قد خرج على يزيد وقد استتمت له عامة الأقاليم، ومع ذلك لم يقل أحد قط أن الحسين من الخوارج، بل لا شك يعزر ويؤدب من قال ذلك. بل أهل السنة مجمعون على أن الحسين قتل مظلوما رغم خروجه، لأنه عرض أن يذهبوا به إلى يزيد يضع يده في يده، وعرض أن يتركوه يرجع إلى مكة يتعبد، أو يتركوه يذهب إلى الثغور يقاتل في سبيل الله حتى يموت، فأبوا إلا أن يستأسر لهم، فدافع عن نفسه، دافع الصائل، فقتل مظلوما رضي الله عنه، شهيدا رضي الله عنه. قال: ودل حديث تقتل عمارا الفئة الباغية على أن عليا كان المصيب في تلك الحرب، لأن أصحاب معاوية قتلوا، هذا لا شك فيه. وتأويل معاوية رضي الله عنه أن عمارا قتله من أخرجه تأويل باطل، رد عليه علي رضي الله عنه وعلماء الصحابة الذين انضموا لعلي بعد مقتل عمار، وكل أهل بدر الباقون في ذلك الزمن عاد من اعتزل القتال انضموا لعمار، انضموا لعلي لما قتل عمار. فلو كان كذلك للحقوا بمعاوية، محدش لحق بمعاوية بعد هذا الحديث. فقال علي: سبحان الله، نحن إذا قتلنا حمزة عشان الرسول اللي أخرجه وأهل الإسلام أخرجوه. قال: وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد ابن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق. وده صريح في ذلك، وحذيفة العالم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وهو على خصوصية في هذا الباب. وأخرج يعقوب بن سفيان، طبعا ليه؟ لأن الكلام ده قبل ما يموت حذيفة،
وقبل ما تحصل الايه الفتنة، فدل ذلك على انه لا يقول من قبل الرأي، وانما قال ذلك بعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس يعني ممكنا ان يكون اسرائيليات، فهذا له حكم الرفع. إذن هذا الامر يدل على صحة القول بان عليا هو المحق، خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية الذي رجح ان الفرقة المعتزلة هي المصيبة، بل الصواب هو كان مع علي. المعتزلة اللي هم الفرقة المعتزلة اللي هم الصحابة الذين لم يقاتلوا في احد الصفين كسعد بن ابي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وأبي بكر. قال وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال لما بلغ معاوية غلبت علي على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان، فأجابه أهل الشام فسار إليه علي فالتقيا بصفين. وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقالوا له يدفع لنا قتلة عثمان، فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال يدخلوا في البيعة ويحاكمهم إليه. وده العدل، إنه ده يمتنع من البيعة ليه؟ عشان ما دفعلكش قتلة عثمان، أنت تدخل في الطاعة التي دخل فيها المسلمون، وبعدين ايه تقول فلان وفلان وفلان قتلوا ابن عمي وتجيب الشهود، لان علي رضي الله عنه يعلم ان المسألة فين لم يكن فيها شهود، انما هي اخبار مرسلة. قال فامتنع معاوية، فده التأويل اللي كان معاوية ايه يتأوله، ده يعذر به في أنه لا يضلل ولا يفسق ولا يبدع هو ومن معه من الصحابة والتابعين. قال فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين، وسار معاوية حتى نزل هناك، وذاك في ذي الحجة سنة 36، فتراسلوا فلم يتم لهم أمر، فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه نحو 70,000، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصحابة اللي كانوا مع معاوية كانوا في نفس الموقف ما بايعوش عليه، ولا كانوا هم بايعين بس؟ لا، عبد الله بن عمرو بن العاص ما بايعش عليه، كل اللي كانوا في الشام ما بايعوش عليه. عمرو بن عبد الله، مش عبد الله، هو طبعا عبد الله كان مع معاوية برضه، بس عبد الله كان مع أبيه اللي هو عمرو بن العاص، وعبد الله من الصحابة، وكل دول كانوا في صف إيه؟ معاوية. ها؟ مين ده؟ لا، عبد الله كان مع أهل الشام، وعبد الله بن طلحة كذلك. قال وقيل كانوا أكثر من ذلك، ويقال كان بينهم أكثر من 70 زحفا. الزحف الزار المجموعة التي تقتحم يعني. وزاد أحمد وغيره من حديث سهل بن حنيف المذكور في سورة التفسير سورة الفتح قصة التحكيم بصفين، وتشبيه سهل بن حنيف ما وقع لهم بها بما وقع في يوم الحديبية، يتهم الرأي في الدين. يعني هو كان يرى إن اللي رأوا ترك علي اتبعوا آراءه. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضا قال سمعت عمارا يوم صفين يقول من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسبا.
ومن طريق زياد بن الحارث قال كنت إلى جنب عمار فقال رجل كافر أهل الشام. الخوارج اللي موجودين في الايه بدايتهم موجودة. فقال عمار لا تقول ذلك نبينا واحد ولكنهم قوم حادوا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا. ده رد على الشيعة الذين يكفرون ايه مش معاوية بس ده معاوية وعثمان وأبي بكر وعمر قاتلهم الله. وذكر ابن سعد أن عثمان لما قتل أبويا علي أشار ابن عباس عليه أن يقر معاوية على الشام حتى يأخذ له البيعة ثم يفعل فيه ما شاء فامتنع. علي رضي عنه كان إيه حاسب. فبلغ ذلك معاوية فقال والله لا ألي له شيئا أبدا مش هتولى له حاجة. فذلك قال فلما فرغ من أهل الجمل أرسل جرير ابن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس فامتنع. فأرسل أبا مسلم كما تقدم اللي هو قال له إيه والله إني لا أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر. قال فلم ينتظم الأمر وسار علي في الجنود إلى جهة معاوية فالتقى بصفين في العشر الأول من المحرم وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأول ما اقتتلوا في غرة صفر فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا المصاحف بالمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى ما فيها فآل الأمر إلى الحكمين فجرى ما جرى من اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال علي بالخوارج إلى أن قتل رضي الله عنه. وعند أحمد من طريق حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل فقال كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية أرسل إلى علي المصحف فادعوه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليك. فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي نعم أنا أولى بذلك. أولى بذلك يعني هو الذي يحكم بالكتاب. فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج يا أمير المؤمنين ما ننظر بهؤلاء القوم ألا نمشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا. هو الظاهر أن الرواية دي بقى هنا دي اللي يقول أنا أولى بذلك أنا أولى بالقبول أن يقبل التحكيم. القراء هم اللي قالوا له نمشي عليهم بسيوفنا بس هي فيها وخلفة لروايات أخرى. قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فقد رأيتنا يوم الحديبية. فذكر قصة الصلح مع المشركين كأن سهل كان إيه راغب في الإيه في الصلح. ها الرواية الثانية أن علي كان الذي يريد أن يكمل القتال وأصحابهم الذين أبوا عليه إلا إيه إلا التحكيم. أخرج ابن عساكر عن أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال جاء رجل إلى عمي فقال له إني أبغض معاوية. قال له لما؟ قال لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له أبو زرعة رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم فما دخولك بينهما؟ السكوت عما شجر مع حفظ فضائل الصحابة جميعا. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.